السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صاحب السعادة. الحلقة صاحب السعادة النهاردة بيقدم حلقة نوعية وموضوع مختلف، فيه بندي كل واحد حقه زي ما الدولة بتطلب أن كل واحد عليه واجب يأديه، برضو كل واحد ليه حق ياخده. النهاردة بنتكلم مشاهدينا عن موضوع مهم، موضوع يهم كل اللي بيشوفه دلوقتي، بيتكلم عن قانون العمل ومشاكل العاملين بالقطاع الخاص. خلوني في البداية أولا أرحب بزميلتي العزيزة الإعلامية سامية النجار، أهلا بيكي. أهلا وسهلا بيك أستاذ مصطفى. ومعايا النهاردة يا جماعة يعني قطبي هذه القضية المهمة اللي بنناقشها النهاردة عن قانون العمل ومشاكل العاملين بالقطاع الخاص، سيادة المستشار عاطف، برحب بحضرتك. سيادة المستشار عاطف سيد محمد، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، متزاح حضرتك. ومعانا النهارده الاستاذ محمد عبد العزيز مرسي. محمد اهلا بيك فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا. تفضل. النهارده الحقيقه بنتكلم عن الموضوع ده، بس انا هخلي بقى زميلتي العلميه ساميه تشرح يعني شكل الموضوع اللي هقدمه هيبقى ازاي، وازاي ندي كل واحد حقه، وايه الواجبات وايه الحقوق. اتفضلي. احنا جينا النهارده نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو اهميه العمل. كويس. يعني لا يخفى علينا ان الاسلام اعز العامل ورعاه. ايوه. واعترف بحقوقه لاول مره في تاريخ العمل. بعد ان كان العمل في الشرائع القديمه معناه الرقه والتبعيه والذله والهوان. قرر الاسلام باهميه العمل. كويس. ليس لان العمل قاصرا او يقتصر على جمع المال وكسبه، بل هو يؤدي الى تحقيق حياه كريمه للعاملين ولاسرهم في حياتهم ومماتهم. جميل، كويس. العمل يؤدي إلى التوازن النفسي، لأنه عندما يتوفر الإنسان حياة كريمة فبذلك يتحقق مبدأ الأمن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية. كويس. موضوع العمل موضوع يهم كل بيت في مصر، لأن بدون العمل لا كيان للإنسان، لا كرامة للإنسان. عمر ابن الخطاب كان إذا رأى غلاما فأعجبه سأل عن حرفته، فإن أجابوه بأنه ليس لها حرفة فكان يرد، او كان جوابه الا ان قال لقد سقط من عيني. نعم، تمام. طبعا انا مش هضيف على كلام زميلتي الاستاذه سامي النجار كتير، لكن هقول ان اهميه العمل في المجتمع يا جماعه يعني اهميه بالغه الحقيقه، بيقوم عليها قوام المجتمع، وعلشان نشتغل وعلشان ننجح المجتمع يبقى مجتمع ناجح ومجتمع متطور ومجتمع نموذجي ومثالي. ويمكن ربنا سبحانه وتعالى اكيد ربنا سبحانه وتعالى اكد هذا المعنى في قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. وهذا الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم ويده خشنه من العمل وقال: هذه يد يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النهارده بقى يعني خلينا يا سياده المستشار ابتدي من حاجه كده سريعا واسال حاجه. دلوقتي انا عايز اتكلم عن قانون العمل والعقاب بيبقى ازاي، بنقدر نضمن للعامل حقه زي ما العامل هيأدي دوره وواجبه تجاه المؤسسه او الهيئه او القطاع اللي بيشتغل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي زي ما حضرتك ذكرت والاستاذه سامي ذكرت ان الدين الاسلامي هو اول من تحدث عن العمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقل اعملوا. الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. نعم. وقال الله في كتابه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن. نعم. كل العمل هو قوام اي مجتمع. تمام. وتقدم اي مجتمع مرتبط بالعمل. كويس. المجتمع اللي فيه عمل جاد. ايوه. فيه اتقان للعمل بيتقدم. تمام. ولذلك الإمام محمد عبده لما راح الغرب. أيوة. وشافهم بيشتغلوا بتعاليم الدين الإسلامية بإتقان العمل. الله. قال: وجدت في الغرب إسلام بلا مسلمين، وفي الشرق مسلمين وبلا إسلام. ما شاء الله. المشرع المصري من أفضل المشرعين اللي اهتم بالعامل وتعريفه وتعريف العمل، حقوق العامل. فوضحها بدقة، ومن من التشريعات العالمية النادرة الذي عرف العمل وعرف العامل وعرف صاحب العمل. كويس. كل من يعمل لقاء آخر نظير أجر فهو عامل. تاني. كل من يعمل لقاء آخر نظير أجر فهو عامل، يعني اللي بيشتغل عند حد بياخد أجر هو عامل. طب سيادة المستشار خلينا نطلع فاصل سريع كده ونرجع نكمل كلامنا عن قانون العمل. فاصل ونرجع لكم تاني.
ورجعنا لكم بعد هذا الفصل السريع وعن قانون العمل ونتحدث مشاكل العاملين بالقطاع الخاص. النهارده سياده المستشار كنا بنتكلم قبل الفاصل عن شكل العدد يبقى ازاي وازاي نحافظ على العامل والمؤسسه تجاهه ايه. احنا قلنا ان المشرع المصري من القلائل في العالم ان لم يكن الاوحد الذي عرف العامل وقال ان هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء اجر وتحت اشرافه فهو عامل. كويس. وعرف صاحب العمل وقال هو كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عامل او اكثر نظير اجر فهو صاحب العمل. كويس. وعرف الاجر اللي هو كل ما يحصل عليه العامل نظير ذلك العمل. وما يحصل عليه ده حاجات متعدده. تمام. منها راتب، منها عموله، منها نسبه مئويه، منها علاوات، منها بدلات، منها وهبه، اكثر من صوره للراتب. تمام يا استاذ. سياده المستشار، انا كشاب انهي التعليم وخلاص هبدا اكون مستقبلي وبدور على فرص عمل، او كامراه متزوجه حبيت ان انا اساعد زوجي في متطلبات المعيشه، او كمطلقه بدات اعول نفسي، او كارمله بدات اعول ولادي، وكان في فرص عمل كتير. كويس. وحضرتك لا يخفى عليك ان احنا عندنا الخلفيه القانونيه او عندنا اميه قانونيه عاليه جدا. انا توجهت لمؤسسه ما طالبه عمال فوافقوا عليا وخلاص دلوقتي انا هبدا العمل في هذه المؤسسه. ايه شكل العقد القانوني اللي هيتم بيني وبين هذه المؤسسه؟ وايه هي الحقوق اللي انا هحصل عليها من خلال العقد؟ كويس. المشرع المصري قال ان عقد العمل يحرر بدايه من ثلاث نسخ. تمام. نسخه للعامل، نسخه لصاحب العمل. تمام. نسخه لمكتب التامينات المختص. جميل. العقد العمل قلنا ثلاث نسخ بيشمل على البيانات الاتيه: بيانات العامل اسمه عنوانه، بيانات صاحب العمل اسمه وعنوانه، حرفه العامل، النشاط اللي هيشتغل فيه العامل جوه هذه المؤسسه لدى صاحب العمل، مده التعاقد، الاجر، طبيعه العمل، ما يحصل عليه من اجازات. أيوة. ما يحصل عليه من راتب بكل ما يشمله معنى الراتب من معنى، سواء علاوات، حوافز، بدلات، نسبة مئوية من الأرباح اللي بيتم تحقيقها في نهاية السنة، أو لأن دي فيها أشكال مختلفة. في بعض المؤسسات العمالية بتدي ربح ربع سنوي، فيبقى كل ثلاث شهور. في بيدي نصف سنوي وفي بيدي سنوي، حسب نوع المؤسسة اللي بيشتغل فيها أو حسب النمط اللي بيسير عليه صاحب العمل في توزيع النسب المئوية. تمام. بحكم خبرتك يا سياده المستشار، طبعا حضرتك كنت مستشار قانوني في شركات كتير. يعني ايه هي اهم السلبيات اللي في قانون العمل او في عقد العمل اللي يجب ان نضع عليها دائره الضوء من اجل تفاديها ومن اجل المشرع ان يجد حلول ليها؟ هو اهم السلبيات ان دايما الراتب اللي بيدرك في عقد العمل غير الراتب الحقيقي. يعني الراتب بيدرك في عقد العمل اللي بيروح عشان يروح التأمينات ويدفع عليه اشتراك في التأمينات هو أقل من الراتب الحقيقي اللي بيحصل عليه العامل. طب ليه؟ على أساس لما العامل جه يخرج معاش أو جه بيحصل فصل أو إنهاء للتعاقد، الحقوق المترتبة بتحسب على أساس الأجر اللي يسدد عليه الاشتراك. يعني مثلا لو راتبه 2000 جنيه هو مأمن عليه انه بياخد 1000 جنيه. تمام. فهيحاسبه وهيديله مستحقاته على اساس ان الراتب بتاعه 1000 جنيه. تمام. دي اهم من اهم المشكلات. بعض اصحاب الاعمال احيانا وبيحرر عقد العمل بيمضي العامل على استمارة 6. استقالة. طيب. اللي هي استقالة. خليني بس استاذ مستشار النهارده، يعني انا يعني معانا استاذ محمد عبد العزيز النهارده وصاحب مشكلة، يعني احنا النهارده موجودين علشان نضع النقاط على الحروف، ومعانا استاذ محمد طبعا نموذج. يعني خليني اسالك استاذ محمد، في قضيه، في مشكله، والقضيه مش قضيه شخص اللي هو حضرتك، قضيه مجتمع. تمام. النهارده عايز حضرتك تشرح لي كده باختصار القضيه او المشكله عباره عن ايه. في البدايه طبعا بشكر حضرتك استاذ مصطفى. شكرا. استاذ سامي على الاستضافه الكريمه. عفوا يا فندم. ودايما تكونوا منبر للتوعيه كده و شكرا. اعطاء الحقوق لاصحابها يعني. شكرا يا فندم. المشكله اللي عندنا ان احنا انا ومجموعه من الزملاء، انا مدير مدرسه الأرمان الثانويه الفندقيه ببني سويف. والمدرسه دي قايمه من سنه 1992. تمام. بتعمل في بني سويف وهي المدرسه الوحيده التي تعمل في مجال السياحه والفندقه على مستوى الصعيد كله، بتخدم قطاع الصعيد من اول الجيزه او من نهايات محافظه الجيزه لحد اسوان. كويس قوي.
المدرسة كانت ماشية كويس جدا وتمام، إلى أن حصل إن في نزاع قانوني حصل على إيجار المدرسة، لأن المدرسة كانت عبارة عن مبنى مؤجر وقطعة أرض حوالي فدان وزيادة عبارة عن حوش للمدرسة اللي هو ملاعب، وفيما بعد هتستثمر كمباني في كويس في المستقبل. في المستقبل تمام. اللي حصل ان الارض دي على النيل، فكان صعب جدا البناء عليها في الفتره اللي فاتت او من ساعه ما خدوها. تمام. النزاع ده ادى لان المبنى ده اتاخد بحكم قضائي، استرد او استرد صاحب المبنى المبنى تاني. تمام. فاصبحت المدرسه في الشارع. الكلام ده كان بالظبط يوم 18/9/2018. 2018. قبل بدايه الدراسه باربع ايام. كويس. فتفاجئنا بتنفيذ الحكم القضائي. جت طبعا قوه من الشرطه نفذت، المدرسه كلها بقت في الشارع. نفذت طلبه إيه؟ نفذت، طردت المدرسه، لغيتها، طردت صاحب المدرسه عايز المبنى بتاعه، صاحب المبنى محتاج المبنى بتاعه. فالمدرسه كلها بقت في الشارع. فما هو مصير بقى العمال والطلبه؟ ما انا بقول لحضرتك 2018 بقى قعدنا 3 اسابيع في الشارع مع بدايه السنه، يعني 3 اسابيع دراسيه بدات الدراسه واحنا في الشارع. اول ما صدر هذا القرار كان تعليقكم ايه او تصرفكم ايه؟ ايه الاجراء اللي خدتوه؟ الاجراء اللي خده صاحب المدارس انه حاول يوفر مكان تاني طبعا، اللي هو الممثل القانوني لاصحاب المدارس. وبحثنا في كل مكان، طبعا كان الوقت ضيق جدا والدراسه بدات. تمام. وعدنا طلبه من سنه اولى ومن سنه ثانيه ومن سنه ثالثه من مختلف المراكز طبعًا. والمحافظات التابعه لمحافظه بني سويف طبعًا. المراكز التابعه لمحافظه بني سويف. اتناقشتوا مع صاحب العمل؟ حضرتك موفر، هو وفر مكان فعلا. قعدنا سنتين. انا مش بتكلم عن مكان، انا بتكلم انت دلوقتي راجل مدير مدرسه او عامل او موظف في المؤسسه، الطلب كده كده هنوفر له مكان. تمام. حضرتك اجرك فين و احنا استمرينا فعلا بقى. هو وفر فعلا مكان واجر لنا مكان. حضرتك بتتكلم في 18/9/2018. السنتين اللي فاتوا 18 و19 العامين الدراسيين دول اتوفر فعلا مكان. المكان كان فين يا فندم؟ المكان كان عباره عن مبنى ضيافه فندقيه او مبنى فندقي تابع لمدرسه الثانويه الفندقيه الحكوميه، تابع لمشروع اسمه مشروع راس المال داخل المدرسه. كويس. وتم ايجار المبنى بمبلغ كبير جدا كان مبالغ فيه في الوقت ده، كان ب 400,000 جنيه في السنه 10 غرف. والسنه اللي بعديها 500,000 جنيه. مين بيدفعهم؟ صاحب المدرسه. تمام. صاحب المدرسه او الممثل القانوني المسمى الحقيقي بتاع الممثل القانوني لاصحاب المدرسه. في خلال السنتين دول كان المفروض يوفر مبنى بديل او يبني او يشتري مبنى جديد عشان تعود الاوضاع كما كانت. لان المكان اصلا مش مؤهل ان يكون مدرسه، يعني المكان التصميم الهندسي بتاعه مش مدرسه. طيب محمد بيخليني استقبل هذا الاتصال معانا ايمان. اهلا بيكي استاذه ايمان. الو استاذه ايمان، نحن نسمعك. طب اتفضل. المهم في حضرتك بعد كده في شهر 8 اللي فات كان المفروض العلاقه الايجاريه بين الممثل القانوني لاصحاب المدارس وبين مديريه التربيه والتعليم او مدرسه الثانويه الفندقيه بتنتهي. تمام. المفروض يوفر مكان بديل. فهل هنحط بقى سوء النيه او حسن النيه؟ لم يستطع توفير مكان او تعمد عدم توفير مكان، احنا مش عارفين. استصعب، استغلى. استصعب، استغلى حضرتك، كل الحاجات دي موجوده. تمام. المشكله ان احنا جميع العاملين في المدرسه من اول 27 سنه موجودين في المدرسه ونازل اقل واحد. تمام. تقريبا 10 سنين. يعني عمركم اصلا معانا استاذ ايمان. فضلكم معلش استاذ ايمان. اهلا بيكي استاذ ايمان. اهلا بيكي، معاك يا فندم. ايوه حضرتك، بقول لك انا معايا ايمان اختي متوفيه. اهلا استاذ ايمان، اهلا بيكي. شوفوا يا جماعه الاتصال، ومش شرطين حضرتك يقبضونا ولا يعملوا لنا حاجه. هي بتتكلم. تمام بتتكلم. تمام. من فضلك اقفل التلفزيون حتى نستطيع ان نسمعك. يا جماعه من فضلكم شوفوا الصوت. اتفضل محمد بيه. طبعا في شهر 8 نهايه شهر 8 تم انهاء العلاقه الايجاريه بين صاحب المدرسه وبين اداره المدرسه الفندقيه والمديريه، وطلب ايقاف الرخصه بتاعته. طبعا ده بدون ما يدينا اي خبر او اي علم. وده بقى السؤال اللي هنطرحه دلوقتي، هل هو اداكم علم باي اجراء هيقوم بيه نهائي؟ ده الاكتر من كده حضرتك، ان من 1/8 توقف عن دفع مرتباتنا لحد اللحظه اللي احنا فيها. ما هي دي المشكله اللي احنا بنناقشها بقى النهارده. وهو انا بس حضرتك انا عندي سؤال. السؤال الاول، هل سوء النيه من صاحب المدارس يخلي مديريه التربيه والتعليم يديها الحق انها تقفل المدرسه
بالشكل اللي قفلته ده، ده السؤال الاول. السؤال الثاني، طيب هل سوء النيه ده او حسن النيه، لو المدرسه دي مش مدرستنا احنا بس، اي مدرسه خاصه شغال حصلت فيها اي مشكله من المشاكل وصاحب المدرسه ما قدرش مثلا، هنقول يعني بعد الشر قفلها مثلا، قفلها بلاش قفلها، هنقول زلزال، هنقول حريقه قامت في المدرسه، تمام تمام، هل مديريه التربيه والتعليم المتمثله في وكيله وزاره التربيه والتعليم في بني سويف الحل الوحيد ليها انها تقفل المدرسه بدون اخطار لاولياء امور ولا طلبه ولا مدرسين او عاملين بالمدرسه، هل مفيش اي حلول بديله انها تجعلها اشراف مالي واداري تبع المديريه، تمام، او توفر مبنى ولو بعد الظهر في مدرسه تانية لحد ما نخرج الدفعتين اللي عندنا والمدرسين يكونوا طيب وفقوا اوضاعهم في اماكن تانية؟ طيب خليني يعني اجعل هذه الاجابه بعد سياسه المستشار على سؤالين. اتفضل اتفضل. بالنسبه لهذه المشكله طبعا هي في مسؤوليه هنا، وزاره التربيه والتعليم لها اشراف فني على المدارس التابعه ليه، تمام، ووزاره القوى العامله لها اشراف على عقد العمل، تمام، لان هذه القضيه ذات شقين، شق يتبع وزاره القوى العامله زي المشرع ما قال في القانون 12 لسنه 2003 ان الوزاره المختصه في هذا القانون وزاره القوى العامله، والوزير المختص هو وزير القوى العامله. هنا بقى يا سياده المستشار يطرح السؤال، يطرح نفسه، هذا هو حال بالنسبه للمدرسين اللي هم كان في تعاقد بينه وبينهم وبين المدرسه، تمام. طب يا فندم العماله الموسميه او العماله اليوميه اللي هي اصلا مكتب التامينات او مكتب العمل لا يعلم عنها تماما، لان صاحب العمل يعمد ان هو ايه ما يديش بياناتهم، تمام، لو حصل لهم زي ما حصل للاستاذ محمد وزملائه فصل من العمل او اصابه لا قدر الله او عدوى من المكان اللي هم بيشتغلوا فيه، طيب ايه هو الاجراء القانوني؟ هياخدوا حقهم ازاي؟ يعني استاذ محمد هياخد حقه ازاي؟ تمام، العامل المسد ده هياخد حقه ازاي؟ نستمع هذه الاجابه سياده المستشار، بس ما ناخد رمضان من قنا. اهلا بيك استاذ رمضان، واهلا بقى. السلام عليكم. عليكم السلام. مقبل. علي صوتك نسمعك. ايوه المهم اسمح بك اقول لك يا باشا. سامعني؟ اسمح لي. الو. ايوه. الو. ايوه معاك يا احمد، اتفضل. انا مأمن في مخبز بلدي. اللي يعمل في مخبز بلدي. طيب ماشي. قلت لك انا كملت 20 سنة ممكن نساوي. كملت 20 سنة ممكن نساوي، طب هنجاوب على السؤال ده بس خلينا نكمل. ماشي يا ابو حميد، شكرا. الموضوع مهم جدا وبيهم قطاع كبير جدا من الناس. اتفضل يا فندم. اولا هو بالنسبه لل هو دلوقتي كده ثلاث اسئله من السؤالين، والسؤال عبد الرحمن دي اربعه. بالنسبه للسؤال ركز انت لها يا سياده المستشار. السؤال الاولاني القانون العمل المشرع المصري ضمن للعامل اثبات انه يعمل لقاء اخر سواء في عقد عمل مكتوب ولا غير مكتوب، تمام، بكافه طرق الاثبات. المشرع المصري ما اشترطش يكون في عقد مكتوب عشان يضمن الحقوق، لا، قال يجوز للعامل اثبات علاقه العمل باي طريقه. وجود حضرتك النهارده وجود في ثراء، انا بص مش عارف اتصلت بنهال عليك. حمدي من القاهره، اهلا بيك يا حمدي. استاذ حمدي. اهلا يا فندم. ايوه يا فندم، استاذ المستشار معاك، اتفضل. بشرح حضرتك بعد اذنك، انا شغالين في الشركه اللي بيجوا مره واحده بقالنا سنين في الشركه، مره واحده يقول لك احنا متنازلين عن خدماتك وبيديك مكافاه نهايه الخدمه ويقول لك شكرا ويفصلك من العمل خالص. مش بيقول لك شكرا. ايه القانون بيقول ايه يا حضرتك في الوضع؟ ما احنا نعرف بقى، اهم حاجه نقول لك شكرا. طب مستحقاتك دي كانت عباره عن ايه؟ يعني خدت ايه؟ بيديك مثلا شهر ونص عن كل سنه خدمه. انت كنت خادم كام سنه تقريبا؟ 20 سنه. 20 سنه ولا اقل؟ لا 20. 20 سنه، اتفضل يا استاذ مشرف. شكرا يا ابو حميد. ده زمايل كتير على كده. طب تمام، هو القطاع كبير. في سؤال ثاني يا حمدي؟ فندم شكرا. شكرا شكرا ليك، اتفضل. فبالنسبه خمس اسئله. فبالنسبه للعلاقات العمل الغير مكتوبه، لانه المشرع المصري عرف صور كثيره من عقد العمل سواء موسمي سواء العماله بشكل دايم سواء عمالي يوميه، المشرع المصري عرفها كلها وسهل على العامل، قال له يجوز اثبات علاقه العمل باي طريقه من طرق الاثبات. يسمع اثنين شهود من زمايله في العمل، الناس اللي كانت عارفه انه بيشتغل، يقولوا كان بيشتغل نظير اجر قد ايه ويستحق كافه حقوق. كويس. بالنسبه لحقوق العلاقات العمل الثابته بموجب عقود عمل، لا دي المشرع كفل الحمايه ليها.
وقال ان العامل اللي يحصل عنده مشكله يتوجه الى مكتب العمل، مكتب العمل التابع المختص، في خلال 10 ايام يتواصل مندوب من النقابه المهنيه ومندوب عن صاحب العمل ويحاول حل هذه المشكله في خلال 10 ايام. وهيحلها له وتهدوه بعد كده. ما يتحلتش وده الاصل. في خلال 21 يوم بيتم بذل المزيد من المحاولات وما وصلش بتحال المحكمه بيلجأ للقانون 45 يوم. طيب رؤية حضرتك ايه بقى لمشكله محمد بيه وهو مش فرد، هو عدد قطاع كبير. هي طبعا القضيه 21 فرد بس هو كان قطاع كبير في المجتمع. اتفضل. طبعا هي طبعا النهارده واحد مش هي مش 21 فرد، هي 21 اسره. نتيجه عدم تحمل صاحب او الممثل القانوني او صاحب العمل لدوره. ايوه. لان ما قام به هو اخلال جسيم وجريمه يعاقب عليها، لان انت النهارده ولكن له شريك هي وكيل وزاره التربيه والتعليم في بني سويف كان يجب ان يكون لها موقف. طب انت عندك مدرسه بتتقفل، طب الطلبه مصيرهم ايه؟ طب المدرسين باسرهم مصيرهم ايه؟ هل وفرت مكان؟ انت وفرت مكان للطلبه، طب هل وفرت مكان للمدرسين والعاملين في هذه المدرسه؟ صحيح. خاصة حسب ما اتقال ان في منهم من يعمل في هذه المدرسة منذ 25 و27 سنة. 27 سنة. محمد بيه بقى كام سنة؟ 21 سنة. 21 سنة. انا اشتغلت اول ما اتخرجت واشتغلت في المدرسة. كنت فيها مدرس وبعدين وكيل وبعدين مدير. يعني جميع مدرس ايه؟ مدرس لغة عربية. تمام. ودلوقتي مصيرنا حضرتك بعد العمر ده كله، بعد ما وصلنا للسن ده كلنا رجال ونساء وعندنا اسر واولاد في مدارس وفي جامعات، اصبحنا في الشارع من شهر 8 اللي فات مفيش راتب. رايحك القانون هذه في الحاله اللي احنا فيها دي، هنا لابد بقى من ان يكون في دور لوزاره التربيه والتعليم باعتبارها ليها اشراف على هذه المدارس، ووزير القوى العامله بصفته له اشراف على صاحب العمل. تمام. اللي هو صاحب المدرسه والممثل القانوني ليها. كويس. لان في خلل في الاثنين، عند صاحب العمل وخلل عند وزاره التربيه والتعليم. انت كوزاره وافقت له ازاي انه يقفل المدرسه؟ قبل ما يقدم لك ازاي المدرسين هدول واسرهم هيروحوا فين؟ زي ما قال لك انا هودي الطلبه فين؟ ما في اداره ازمه للي بيحصل فين فين ده؟ الكلام ده يبقى في خلل يسال عنه وكيل وزاره التربيه والتعليم في بني سويف. والمسؤوليه بقى الاعلى حاجه الكاميرا بتاعتك معاك واجه الرساله دلوقتي. طبعا هو السيد وزير التربيه والتعليم هو مسؤول مسؤوليه بدرجه وسم القضيه بدرجه كبيره جدا. يشاركه في المسؤوليه وزير القوى العامله ووكيلي الوزاره في بني سويف، سواء وزاره القوى العامله ووكيل وزاره وصاحب وصاحب المدرسه برضه وصاحب المدرسه المدارس هو يقع عليه الجزء الكبير من المسؤوليه، بيخضع تحت مسؤوليه يعني الرقابه بتاعته والاشراف بتاعه. مين اللي بيشرف عليه؟ اثنين، وزير القوى العامله ويتبعه وكيل وزاره بني سويف. أيوة. ووزير التربيه والتعليم ويتبعه وكيل وزاره التربيه والتعليم بني سويف. حقهم القانوني يا سياده المستشار، حق ال 21 اسره المشرع ضبط لهم الكلام ده، قال لهم تكون المبالغ المستحقه العامل والمستحقين عنه مقتضى احكام هذا القانون اللي هو القانون 12 سنه 2003 مضمونه ومقدمه ولا حق امتياز على كافه الحقوق. يا فندم يعني هيطلع لهم معاشات ولا هيطلع لهم رواتب ولا فرص عمل تانية ولا هو ايه يعني الاجراء هتعيده لعمله وتلزم صاحب العمل بدفع راتبه وكافه حقوقه في خلال 60 يوم من تاريخ احاله ملف القضيه من مكتب العمل ليها. طب المحكمه تدي له ايه؟ المشرع فرق بين امرين، الامر الاول ان يكون العامل مر على عمله اكتر من عام ويكون ما مرش على عمله عام كامل. في الحالة الأولى قال إن القاضي يقضي له بتعويض تعويض مؤقت طبقا المادة 122 من قانون العمل يعادل راتبه سنة. راتبه سنة. سنة. اللي أقل من سنة، اللي ما كملش في عمله سنة، يديله تعويض قدر المدة اللي اشتغلها. يعني اشتغل خمس شهور، يديله تعويض خمس شهور. ده تعويض مؤقت ينفذ بصفة مستعجلة. تمام. على ما يتفصل في الدعوة الأصلية. ويقضى فيها بتعويض نهائي. يعني مثلا القاضي عطاله 20,000 جنيه مده عمله سنه. كويس. ده تعويض مؤقت عشان يقدر اموره يمشي معيشيه يقدر يعيش. جه بعد كده في التعويض النهائي المحكمه حكمت له 100,000 جنيه. يتم خصم ما حصل عليه العامل. تمام. من التعويض النهائي. لو حكم له في الاخر 100,000 جنيه يتم خصم ال 20 يبقى يتم صرف مبلغ 80,000 جنيه. وحتى المشرع هنا قال في الماده 9
انه لا يمنع من الوفاء بجميع التزامات الناشئه طبقا لهذا القانون حل المنشاه لو تمام المنشاه اتحلت تمام أيوة او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها، ده ما يمنعش من استمرار محفوظ في اي شكل من استمرار العقود بتاعته. طيب ازمه كورونا استاذ مصطفى، ازمه كورونا عشان بس انا انتهز الفرصه العظيمه طيب. وجود سياده المستشار، ازمه كورونا انتجت عماله وبطاله مهوله جدا طبعا. صحيح. وفي ناس كتير مستثمرين استغلوا الازمه وسرحوا عدد كبير من العمال، وممكن يكونوا هم قاعدين في بيوتهم لا يفقهوا شيئا عن حقوقهم القانونيه. تمام. فانا عايزه حضرتك توجه لهم رساله، كل عامل او كل شخص كان بيشتغل في مكان ما وتم فصله فصل تعسفي او تم طرده او تم الاستغناء عنه بسبب ازمه اقتصاديه ولم يتحملها صاحب العمل او صاحب المؤسسه يلجا للقضاء وللقانون في لكي يحصل على حقه القانوني. طيب خلينا نسمع بقى اجابه السؤال العبقري ده بعد ما يطلع فاصل استاذ الشر، وشاهدين يطلع فاصل ونرجع لكم تاني على طول، خليكم معانا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وكنا بنسأل سيادة المستشار عاطف عن الظروف اللي أنتجتها أزمة كورونا وعدد العمال المهولة اللي تم تسريحها وتم الاستغناء عنها وإزاي تاخد حقوقها. تمام. وجه لهم بقى حضرتك رسالة إزاي الإنسان يقدر ياخد حقه القانوني. هو المشرع المصري هو اللي جاوب على هذا التساؤل، قال إنه في حالة الفصل التعسفي وإحنا الحالة دي إن صاحب العمل ينهي حالة العمل او عامل العامل اللي بيعمل لديه ده فصل تعسفي، طب يتوجه لمكتب العمل زي ما قلنا من شويه، مكتب العمل بيحاول في خلال 10 ايام انه يسوي المشكله، بيتصل بيجيب صاحب العمل وممثل للنقابه العماليه اللي بينتمي ليها ويحاول تسويه النزاع في خلال 10 ايام. طب لو الفتره كانت اكبر من كده، يعني مثلا انا ما كنتش اعرف حق القانوني ان انا ارجع بالتقاضي على صاحب العمل. هو للاسف قانون العمل قانون اجرائي، تمام، يعني قانون مواعيد، يعني هو المشرع نظم حتة اللجوء، ودي بقى مشكلة فعلا عشان غياب الوعي القانوني ودي دي تقفضي تدخل تشريعي. تمام. ان انا العامل ده ما يعرفش قانون، فيجب ان انا اجب ان اللجوء لمكتب العمل او اللجوء للتقاضي ما يكونش اجرائي، يكون بمدة مفتوحة، لان الدعاوى العمالية كلها تتقادم بمواعيد ومواعيد قصيرة جدا للغاية، دي عيب. هو مش ده دور مكاتب العمل لوزاره القوى العامله ان هي بتنزل اصلا بتفتش وتشوف العامل كان موجود في المنشاه دي راح فين؟ يعني مش المفروض اصلا بيبقى دورهم رقابي على طول السنه، ولا هم بيبقوا يعني منتظرين العامل يتم طرده
او يتم الاستغناء عنه او تحصل له اصابه وبعد كده يدور وبعد كده ما ياخدش حقه، مش دورهم. هو الدور اللي دايما بيقوم بيه مش مكاتب القوى العامله، اللي بيدور بيه بيقوم بيه دور وزاره التامينات الاجتماعيه، بيزل من عندها تفتيش وياخد بيانات المنشاه والعاملين فيها المؤمن، وهل مؤمن عليهم من عدمه، وفي حاله عدم وجود، في حاله وجود عمال غير مؤمن عليهم بيتم تحرير المحاضر وارسالها للنيابه العامه، ويقضى فيها بحبس صاحب العمل الذي لم يدلي ببيانات او فيها حبس. طيب انا ولم ان هو ما ادلاش بيانات عن العماله اللي عنده، واللي هو مش مامن على العماله اللي عنده. طب انا عامله دلوقتي، انا عامله دلوقتي يعني بشتغل في مكان ما، و يعني مكتب التامينات لا يفقه عني شيء، مش مؤمن عليه اساسا، انا ايه اعمل ايه؟ اجبر صاحب العمل ازاي؟ اروح لمكتب التامينات ان انا بعمل في تقدم له بشكوى، انا بعمل في المنشاه الفلانيه ومتامن عليا عندكم، هيقول لي لا، اقول له طب انزل هتلاقيني موجود على راس قوه العمل وانا مش متامن عليا. فيبدا ياخد اجراءه ان انا نزلت لقيت فلان شغال في المكان الفلاني ومش متامن عليه عندي. تمام. فيبدا يقدم للمحاكمه الجنائيه صاحب المنشاه اللي هو صاحب العمل. طيب سيادة المستشار، النهارده طبعا حضرتك بالنسبه لنا قيمه قانونيه كبيره قوي، ربنا يخلي حضرتك، وفي ثراء معلومات الحقيقه، لكن خلينا اسال محمد بيطلع مشرف النهارده، يعني امنياتك ايه او كنت تتمنى ايه الاجراء اللي يتم؟ لكن خليني برضو اشرح حاجه للمشاهدين، احنا كان في الفاصل اللي فات ده مباشره كان معنا حاله، هو طبعا مش شغال لان عنده اعاقه في رجليه او نصفه الاسفل يعني، وعنده مشاكل كتير قوي، دي دعوه على فكره لينا كلنا، واحنا شعب محترم قوي وبنحب قوي نساعد اللي عنده الاستعداد وعنده الرغبه انه يساعد. يا جماعه اسمه الاخ محمد فوزي كان معانا في الفصل دلوقتي، محتاج مساعده، يا ريت كلنا نتحرك ونحاول نساعده، وبشكركم جميعا. محمد بسالك، امنياتك النهارده، انت مالكش مرتب طبعا، وكنت شغال لمده 21 سنه وكانت حياتك ماشيه بشكل طبيعي طبعا. وبعدين فجاه كده، ده بتلاقي فجاه كده لقيت نفسك، انا اسف يعني في التعبير، في الشارع، مفيش شغل ومفيش حاجه ومحدش حاسس بيا، ايه الحل؟ امنياتك ايه يعني؟ لا امنياتي ايه دي كانت يعني، حضرتك انت متخيل الحياه ل 21 اسره ماشيه على منتظمه نظام وعلى التزامات في الحياه، اولاد في مدارس، ايجارات، التزامات حياه كامله، ال 21 اسره فجاه ما بقتش موجوده في يوم وليله. يا خبر ابيض، كل اللي هم مديريه التربيه والتعليم في بني سويف ان احنا ناخد الطلبه اللي احنا علينا ليهم اشراف فني، وصاحب المدرسه كانه، معلش انا اسف في التعبير، كشك سجاير، ملوش علاقه بحاجه، ملوش علاقه بحاجه خالص يا جماعه. احنا بس عايزين يلا اقفل، مش عايزين نجرح حد برضو يعني، لا لا احنا لا والله مش تجريح، بس انا كل اللي عايز اوصل له ده كيان، دي مدرسه، مدرسه خرجت اجيال. وبعدين حضرتك اللي عايز اقول لحضرتك، المشكله المعنويه ان احنا شغالين في المدرسه 20 سنه و25 سنه و27 سنه. بقالك قد ايه يا محمد بيه؟ انا بقول لحضرتك 21 سنه. بقالك قد ايه قاعد من الشغل؟ من شهر 8 اللي فات، من 1/8 خلاص، احنا رحنا للمدرسه لقينا المدرسه مقفوله. اربع خمس شهور. المدرسه مقفوله. بتعيش ازاي؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله فضل ربنا. بتتحرك انت والمجموعه ال 21 شخص، بتتحركوا ازاي؟ ايه الاجراءات القانونيه اللي خدتها طبعا مع سياده المستشار؟ احنا مشينا مع سياده المستشار، قدمنا طبعا، حاولنا نقعد مع صاحب العمل، وطبعا وعدنا استجابه منه؟ والله حضرتك وعود كاذبه للاسف، لانه يعني قعدتوا معاه وشرحت له الوضع واحنا موقفنا ايه دلوقتي، كان بعد ثلاث شهور. قال لك ايه؟ قال لكم ايه؟ رد علينا، انا هحاول انقلكم للمدارس عندي في القاهره وهديكم قاهره. ايه ده، انتوا في بني سويف مش كده؟ احنا في بني سويف. ومع ذلك وافقنا، قال طبعا هديكم من 70 ل 80% من الراتب مقابل انكم انتوا نشتغل اونلاين. ده قانون يا سياده المستشار؟ ان هو بيقلل الراتب؟ لا، بيحولهم دلوقتي الراتب، المشرع المصري قال ان راتب العامل يزداد بنسبه لا تقل عن 7% سنويا، يزداد. يعني هو دلوقتي بيعرض عليهم وللاسف لم يفوا بعض، بيقول لهم انا هقلل الراتب بتاعكم. ده هو له اكتر من كده. لا ده في اكتر من كده حضرتك. ايه تاني؟ ده احنا اتفاجئنا بعديها بكام يوم انه بيعرض علينا حوالي تلت الراتب، بعد ما شال منه بقى كل البدلات والحاجات اللي بتبقى في قائمه او في كشف المرتبات. ونمضي على الاستماره 6، نوقع على الاستماره 6 عشان يمشيك وقت ما يحب، في مقابل ان احنا نروح القاهره براتب جديد او ان احنا نقعد في بني سويف. طب انا هقعد اعمل ايه؟ هي حلول تعجيزيه، هي فيما معناه يا تكمل بالشكل اللي انا عايزه يا مع السلامه. هو كمان الجرح المعنوي حضرتك اكبر طبعا. احنا كمدرسين اللي احنا بنسمع وبنشوف في كل دول العالم المدرس وضعه ايه وشكله ايه وكيانه ايه وتقدير الدولة ومن حوله ايه؟ تمام. احنا كده كمدرسين يعني المفروض ان احنا طبقة بنعلم
ولاد الناس وعاملين اجيال هذا الكلام ويعني فما بال حضرتك العماله المؤقته اللي حضرتك بتتكلم عليها دول ازمه كبيره ازمتهم فين؟ لو احنا بقينا في الشارع لو بنصنف كده حتى المجتمعات نقول كده مثلا الاطباء المهندسين كافه التخصصات ونضع المدرس او المعلم على قمه هذا التصنيف لان المعلم هو اللي بيخرج طبعا المحامي والطبيب والمهندس وكل فئات هو متعلم في الدوله بيخرجوا المعلم فتقدير الجهات المسؤوله يا جماعه من فضلكم يتاخد اجراء فورا للقضيه دي من فضلكم من فضلكم يعني انا بناشد كل مسؤول دلوقتي استاذ محمد دلوقتي معانا وبيشرح قضيه انا شايفها من اخطر القضايا المجتمعيه 21 اسره النهارده وكانهم كانوا قاعدين ساكنين ان هدم عليهم البنيان اللي قاعدين ساكنين فيه دي مشكله كبيره جدا كل واحد فيهم اسره على فكره عنده زوجه عنده اولاد عنده ناس في الثانويه العامه عنده بنات بتتجهز عنده اطفال عنده مسؤوليه كبيره جدا عايش ازاي دي مشكله كبيره جدا معانا اتصال الو مين معانا استاذ محمد وعليكم استاذ محمد اهلا بيك مع حضرتك محمد مصطفى مدرس لغه عربيه مدرسه الغرفان اهلا بيك ده مدرسه القضيه اتفضل اهلا بيك طبعا نفس القضيه اتفضل نفس القضيه يا فندم بتكلم طبعا بشكر حضرتك لعرض الموضوع واتمنى ان هو يعني الموضوع يصعد لاعلى مستوى يعني اتفضل بس باختصار طبعا احنا من ضمن الواحد 20 اسره تمام اللي حصلت فيهم طبعا المشكله و صاحب العمل لم يخطرنا باي امر خالص والقفل بتاع السوق ده وطبعا حاجه طبعا يعني شيء مؤسف جدا ان الناس ما تقبضش من شهر 8 وما فيش اي مسؤول بيتحرك الا لما احنا نتحرك بشكوى او نتحرك بحاجه وحتى لما بنتحرك بشكوى نلاقي ان الدنيا يعني مش مظبوطه فطبعا اضطرينا ان احنا نقدم شكوى في مكتب العمل وبالتالي مكتب العمل حولها للمحكمة وطبعا الاستاذ عاطف طبعا مشكورا قبل القضية واحنا الحمد لله عملنا التوكيلات بحيث ان احنا نعرف نسترد حقوقنا يعني تمام طيب انت شايف القضيه دي ازاي او شايفها من انهي بعد يعني بعد اجتماعي انت و21 او 20 شخص معاك و20 اسره مش عارف توفر احتياجات اسرتك ولا شايفه من بعد المعنوي والنفسي وان انت شايفه ازاي طبعا هو بالنسبه للواقع اللي احنا عايشينه طبعا البعد اللي هو الاجتماعي المشكله اجتماعيه اكتر طب مشكله كبيره وبما انها اجتماعيه اكتر فهتاثر معنويا طبعا الواحد طبعا مش عايز يوفر يعني مرتب كنا مش انا شغال في المدرسه من 2001 مثلا 19 سنه تمام استاذ محمد اتفضل طبعا بيتي وحياتي وكل حاجه كانت طبعا مرتبطه بالمكان طب انا دلوقتي انا في سني 42 سنه عشان ابدا في مكان ثاني طبعا استاذ محمد رساله حاجة توجهها مختصره وسريعه ومباشره وقويه لاي مسؤول دلوقتي يشوفك الرساله اللي بوجهها لاي مسؤول دلوقتي شايف الموضوع او سامعه يعني يا ريت الاحساس بالعمال اكتر من كده بالقوى العامله اكتر من كده مش القطاع العام بس القطاع العام الخاص لان القطاع خاص تمام المفروض ان اي حد مسؤول حتى مديريه التجارة التعليم عندنا خدت الموضوع بشكل سلبي خالص تمام بشكل سلبي نهائي يعني هم مديريه التربيه والتعليم بني سويف والمدرسين لا خلاص بقى احنا كده انتوا مع نفسكم طب يا مديريه التربيه والتعليم بني سويف من فضلكم التحرك السريع من فضلكم من المكان ده بوجه رساله ورساله قويه جدا من فضلكم يا مديريه التربيه والتعليم بني سويف من فضلكم التحرك السريع 21 اسره يعني مصر كلها شكرا محمد شكرا احب بس لحضرتك برضه اضيف حاجه من ضمن الحاجات بقى العوامل المعنويه والنفسيه السيئه جدا 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 ان احنا بعد ما وصلنا للسن ده حضرتك استاذ محمد قال انه عدل يعني عنده 42 سنه كل اللي في المدرسه تقريبا تخطوا ال 40 طب حضرتك متخيل بقى ناس تخطت ال 40 والراتب الاساسي بتاعه اللي معيشه يعني مش موجود يعني فبيمد ايده مفيش مصدر رزق وما تقدروش اصلا يعني ايه تمتحنوا حاجه تانية انا طول عمري مدرس وطول عمري بعلم اشتغل غير مدرس اشتغل ايه لا هقدر اشتغل صنايعي ولا هقدر اشتغل هو ده في اي مجال تاني وزي ما الاستاذ محمد مصطفى قال دلوقتي في المداخله ان مديريه التربيه والتعليم كل اللي يعني احنا حتى لما واجهناهم وكلمناهم تبص عليك تلاقي الرد عليك رد ايه ورقي تم عمل كذا طب يا جماعه انقاذ الموقف اللي احنا فيه زي ما حضرتك قلت دلوقتي فين اداره الازمه تمام. في ازمه تمام في ناس في الشارع احنا هنا عايزين نحط خط احمر
تحت يعني جهود المستثمرين في مصر. انا شايف ان الحكومه ايام ازمه كورونا قامت بجهودها مشكوره، تمام، وقامت بتعويض العماله المتضرره، تمام، ولكن المستثمرين المستثمرين انتهزوا الفرصه بشكل كبير في مقابل ان هم ما يخسروش، تمام، اتعدوا على حقوق العمال والموظفين اللي عاشوا عندهم وعملوا عندهم سنين عمرهم كلها، تمام تمام. طيب وبعد كده استغنوا عنهم، يعني خدوهم لحم تمام وحققوا من خلالهم ثروات طائله. ما ده انا قصدي كده، يعني هم طلعوا وبنوا على اكتافكم، فمن حقهم عليكم يا مستثمرين ترعوهم على الاقل، حتى يعني حقوقهم مش اكتر من حقوقهم، حقوقهم احفظوا كرامتهم. شكرا. طيب استاذ ابو الشرق، خليني اسال حضرتك، كيف يمكن، سؤال قوي، كيف يمكن الزام هذا الرجل صاحب العمل؟ انا دلوقتي في مؤسسه، انا مدرسه، وبعدين هذه المؤسسه لها لوائح وقوانين وضعيه، تمام، وهذه اللوائح والقوانين الوضعيه من هدفها ومن اهدافها الاولى تحقيق حاله من الاستقرار النفسي والمعنوي للعامل طبعا او الموظف، يقدر يدي العمل بتاعه، ما عملش ده حاسبه ازاي، نلزمه ازاي؟ هو اولا هو في جاب كبير، في فجوه كبيره قوي ما بين المشرع اللي حاطط قوانين تحمي العامل، ايوه، هو المشرع المصري قوانينه كلها بتدور حول حمايه العامل، حتى لما ينزل تشريع جديد يقول ما عدم الانتقاص من اي حقوق او مزايا حصل عليها العامل بموجب قوانين سابقه او عقود عمل تم تحريرها. يعني اي قانون في مصر بيطلع يقول مع الحفاظ على ما حصل عليه العمال من مزايا في قوانين سابقه او عقود عمل تم ابرامها، تمام، والقائمين على التنفيذ، يعني هنا وزاره التربيه والتعليم فيها تقصير، يعني المشرع بيقول يروح لمكتب العمل في خلال 10 ايام يتم اختار المؤسسه وصاحب الممثل عنها والنقابه، ثم في خلال 10 ايام يوصل لحل، او ما وصلش في خلال 21 يوم بيحيلها للمحكمه. طب انا عايز اسال سؤال بس استاذ المشرع، معلش انا اسف بقطعك، يعني اتفضل يا فندم. هو المشرع العظيم اللي عمل كل هذه القوانين وقال في هذه القضيه يبقى الحل كذا وعلى العامل ان يتوجه الى كذا، العامل ما عندوش لا فكره ولا ثقافه ولا معلومه ولا عارف هيعمل ايه، وهو عامل بقى قطاع خاص او يوميه، يعرفه ازاي وانت شايفه ازاي؟ يعني انا شايف ان هنا بقى هو هنا نداء يوجه الى رئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤوله عن الوزارتين، وزاره التربيه والتعليم، أيوة، ووزاره القوى العامله، ان هاتين الوزارتين لا يطبقان ما شرعه المشرع المصري في هذا الصدد. اللي بيشرف على مجلس الوزراء هو رئيس مجلس الوزراء، حوالين التنفيذ لازم مجلس الوزراء يحاسب وزاره التربيه والتعليم، انتوا ايه موقفكم اللي اخذتوه تجاه هذه القضيه، أيوة، هؤلاء المدرسين واسرهم، انت يا مكتب قوى العامله يا تامينات عملتوا ايه، ويتم محاسبه المقصرين في هاتين الجهتين دي، تمام. انما المشرع حاطط كويس قوي لعقود العمل، حاطط القانون، المشكله مش في القانون، هو حتى دايما عندنا يقول لحضرتك اعطيني قانون ظالم وقاضي عادل احقق لك العداله. جميله العباره، احنا عندنا القضاء قضاء عادل طبعا، بس القائمين على التنفيذ من الجهات الحكوميه هم اللي متقاعسين، هو يروح للمحكمه، المحكمه تدي له حقوق على فكره، لان القاضي قانون بقى. عندنا قانون عادل وعندنا قاضي عادل بيدي حقوق، ولكن الجهات المسؤوله، عشان لان الناس دي على ما تروح للقاضي هتاخد وقت، في الوقت ده هتعيش ازاي، وزارها هتعيش ازاي، دي مسؤوليه وزاره التربيه والتعليم ووزاره القوى العامله التي منوط بالاشراف عليها هو رئيس مجلس الوزراء، الذي يجب عليه انه يتخذ موقف حيال 21 اسره بطلبه في ابتدائي، في اعدادي، في ثانوي، في جامعات، في اسر عايزه تاكل وتشرب، عايزه تعيش. فهذا هو النداء اللي وجه للسيد رئيس مجلس الوزراء، انما المشرع حط التشريع كويس، ده كمان ده اعفى هذه الرسوم، اعفى المشرع المصري، اعفى هذه الدعوه من الرسوم، تمام تمام. المشرع المصري قال للعامل مش محتاج عقد، لو رحت المحكمه مش هدفعك رسوم، لو جيت تاخد شهاده مش هدفعك رسوم، المشرع المصري حقق كل حاجه، انما المستثمر المصري دايما، او مش عشان ما يكونش ظالمين، نسبه من المستثمرين كل ما يهم هو تحقيق الثراء على حساب مين، ما يفرقش معاه، تمام، ودي نسبة موجودة في المستثمرين المصريين، مش كلهم، هي نسبة، ولكن ادي مثال 21 أسرة مصرية اصبحوا في الشارع، ده نموذج، ده نموذج يا فندم، ده نموذج نوصل لحضرتك، غيركم وغيركم اكيد في نماذج تانية، ما حالفاش الحظ انها توصل وصوتها يوصل زي هذا النموذج، نعم نعم. ده دي مثال انا حبيت اوجهها، يعني استاذ محمد انا ادرك تماما
يعني المشاعر السلبيه اللي حضرتك حاسس بيها. اكيد. لان احنا زي ما قلت ونويت ان العمل بيعمل الانسان حاله من التوازن النفسي. لان الانسان لو ما كانتش حياته مستقره ومتطلبات حياته متوفره فبالتالي هو اصلا هيبقى مش ناقم على المجتمع، لا هو هيبقى ذات نفسه معرض للامراض ومعرض للاكتئاب، ولا قدر الله في منهم ناس معرضين للانحراف. يعني احنا ممكن نتخيل ان تحصل نسبه كبيره جدا من الجرائم والسرقات. اسفه يعني انا دلوقتي كنت بشتغل وعندي دخل صح؟ صح. وعندي يعني ما يغنيني. نعم. دلوقتي نعم. انا اصبحت في الشارع. اعيش ازاي؟ وعليا التزامات، مفيش دخل وعليا نفس الالتزامات موجوده. بالزبط. ومحدش بالزبط. دلوقتي محدش دلوقتي بيساعد حد. تمام. ضغوطات الحياه كبيره جدا وقاسيه. فاحنا بنناشد المسؤولين وبنناشد كل الجهات اللي تم ذكرها في الحلقه ان هم يقوموا باجراءات سريعه. نعم. وفوريه. في مقابل ان حق الاستاذ محمد وغيره من زملائه وكثير من النماذج زيهم ان هم ياخدوا حقوقهم بصوره سريعه وبصوره كبيره. كويس قوي. لان المجتمع اذا كان العامل فيه منتج دل ذلك على ثقافه المجتمع ووعيه. كويس. وان كان العامل فيه عاطل وعاجز دل ذلك على غياب الوعي وسياده الجهل. ما هو العامل اللي بياخد حقه هيبقى عامل منتج. تمام. يعني العامل اذا حصل على حقوقه هيؤدي التزاماته لان كل حق يقابله التزام. يعني دايما القاعده ان كل حق يقابله التزام. نعم. العامل خد حقوقه هيؤدي التزاماته. وانا كل ما بدي العامل حقه هاخد منه شغل. تمام. هاخد منه انتاج. طبعا. هاخد منه وفاء. وتقدم الامم عموما في معظم دول العالم اساسه التعليم. تمام. طيب سيادة المستشار خليني يعني طبعا اتقدم بخالص الشكر وتقدير للشخص حكي الكريم سيادة المستشار عاطف، بشكرك شكرا جزيلا في حلقة النهارده. انا شاكر بفضل حضرتك، ولو اني كنا عايز اجاوب على السؤال بتاع العجز اللي هو الراجل العجز اللي عنده بتر في رجليه او عجز في رجليه ده لو تقدم الى مكتب الشؤون الاجتماعيه التابع ليه محمد فوزي ده هيروح طالما عنده نسبه عجز طبقا للقانون 112. أيوة. هيتم حصوله على معاش عايز. تمام. عجز. تمام تمام. شكرا ست مستشار، شكرا جزيلا وعلى معلومات القيمه اللي انتهى. بشكر محمد بيه. شكرا لك يا فندم. شكرا شكرا. وبشكر طبعا زميلتي العزيزه الاستاذه سلمى نجار. اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. مشاهدينا خليني اختم حلقه النهارده هذه القضيه، قضيه من اخطر واصعب القضايا زيها كتير على فكره. النهارده بيتكلم عن 21 اسره، يعني بيتكلم عن مصر كلها. ليه؟ لان اللي ما يهتمش بامر جاره واخوه واللي معاه دلوقتي ما يهتمش بامر نفسه. فخليني كده يعني ادعو الجميع وكل مسؤول من فضلكم، وزارة التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، أي من هو من كان مسؤول، من فضلكم اهتموا بهذه القضية والقضايا التي تشبهها. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.